جو هني اللي ما هذه اللي ما لايف ما سلام سلام مرحبا مرحبا صالي وش راك صحة اللي ماني خفت عليكم اللي فاهمه صباح الورد والياسمين مساء الخير أهلين وش راك يا عزيزي؟ البارح صباح كان ما بيانا هدرتيش، حبيبي انتم البارح طولتي، البارح بالك طلعت نهضر ومن بعد راني ميهوب تري زوكوبي ان فام تري زوكوبي بيزنس وومن، أيوة، اي وي هيا مليحة، لا لا، كل يوم كل يوم ميهوب أيوة غاية، قعدتي وحدي كونو كبيرة، يا، وش راكم صافا صاحبي؟ ميهوب وانا جاز غير مليح اللايف تاع البارح وي هادو دو جور هادو خلاص حوسنا خلاص كرات ما تطيح من سبان غادي نولي نديرها خطره في 15 يوم نفتح لهم خليهم يقراو القران على بارسان نولو نديرو دي ديسكوس انا اليوم راني داير لايف محترم رفقا بالقوارير واش ما عندها رفقا بالقوارير دقيقة ندير لها جوجل ترادوكشن يا لقيتي جوجل هنا نستعرف في جوجل واش امينه راكي اوكيبي ولا الا لقيتي كاين زعما الشرح تاعها في جوجل ربما اما لا ديري تشوف لا يا اخي هو يجمع قرة عين نونو نونو وش لماذا تكره لا يا اخي ايمو حاشا لله لماذا انا مسلم واكره الله مستحيل كيف اكره ديني الحنيف يا اخي والله هي قرعه نتاع الاخرين نتاعهم شكون هي هي مرسي مونامي ما كاينش مشكل خذي راحتك سوري جام بيان لو سوجي وي سوجي اللي مليح القاروره هي هذيك الاخرى هذيك تاع الطين هذيك اللي بكري كانوا يرفدوها فوق ريسانهم كانت مخدومه بالطين اما اي مشروحه في الحادث بيان سور اليوم كاين بزاف نسال اللي غادي يحسوا رواحهم يتوشاو اليوم على بالي انا كنت عارف ندير الساركازم واللي يفهم يفهم وي اي هذا صح هذا هو راهي مشروحه هذه كي شغل كيما زجاج هذيك التيتر هذا ساركاسما ها كيما التيتر هذا ساركاسما بيان سور نو اني نشوف واحد النساء راهم يديروا لايفات يقول لك هذه لايف محترم ها كي شغل احنا عندنا يعني بيوت دعارة لو ميم برانسيب كو لي ريستورون للعائلات المحترمة وي انا خلعت وانا اللي خلعتني نشوف ملحدات يديروا لايفات مكتوب فيهم رو محترم عباد متشوكه راسي بغا نبغي نضربوا الحيط مش كومبرون با كاسكو سافي يدير يعني رو محترم سي با هي روم ما فيهاش حرية التعبير مالها نو باديتو انا جو بونس هي زعما سالي سالي صحيت هو هي لازم وقيله ما تنساوش تبارطاجيو وانا نشوف حتى واحد ما بارطاجاش قال عم بارطاجيو انا نسيت الله يهدينا بس كل يوم بزاف ناس عم دايرين لايفات غير بارطاجيو نشوفو كاش وحده وسيرتو القوارير راهم مشغولات بزاف بزاف بارطاجيو خلينا انا كنت عند جيل وانا ما نكذبش عليك نتقيا كي نسمع واحد قران يهدر فهمتي ماشي ما نحبش القرآنيين ولا بالعكس القرآنيين المليح كي كاين منتشر المشكلة نتاعهم متخبي بفوتو بفيك بروفايل باسمه ويجي عند الاخرين نتاعهم وما يروحش عند هالو هالو الكس ماي فريند بصح ما يجيش القرآني هذا ما يروحش عند اهل السنة والجماعة راهم عمره لايفات يخاف ما يروحش عندهم القوارير هي قرعة تاع طين يعني زجاجة تاع طين هذه الرسول قال وصى مو هيوب مو صحيت سالي كيزن بونجور اسكو فيرمين مرحبا كومون سافا صافا صافا ما نقدرش نهضر دوكا دوك نعاود لكم صح
هذا الرسول كان وصى على النساء وشبههم قال لهم رفقا بالقوارير، زعما تشبيه بالله. يا ودي الله يهدينا، هذا ما كان لايف محترم، رفقا بالقوارير، ما تخبلي تو ريست فو ريسبكتي لوتر. شكون اللي قال ما ريسبكتي؟ الهدف تاعنا هو كاع التقبل. هذا الريسبي تاعكم انا ما نفهموش، ما نكذبش عليك، انا مازال ما لحد الان ما لقيت جزائري فهمت هذه الكلمه الريسبي، ما فهمت. انا نهضر على لا توليرونس، كي تكون لا توليرونس الشيء الاخر كلش يكون. ما كان حتى واحد يهضر على الحقيقه، هذه حقيقه مطلقه ثاني تاع المسلمين، داروا هذه وبقاو يتكلموا عليها. هما بحد ذاتهم عندهم حقيقه مطلقه، هما بروحهم عندهم كتاب يدعوا فيه القراءه تاعهم، وجابوا هذه الفكره وبقاو الناس يعاودوا فيها. يا ودي ما تعودوش الفكرة، كي تسمعوا حاجة تحقوا منها مابقاوش تعودوا في الكلام. حقيقة مطلقة، شكون هيتكلم على حقيقة مطلقة؟ ولا احنا انا نقولوا هاد الناس هادو راهم يجوا كي يروح عند الخون تاع، انا عندي تجربة طويلة معاهم، راك القرآن كي يطلع عندك راه خبيث، ما عندوش نية أخرى. صح لو كان عنده نية حسنة إنه يشرح الدين تاعه وهذيك الفكرة تاعه اللي هي نشوفها كومام كما يقولوا، بون كيف كيف أنا عندي، ما نكذبش عليك أنا نحطهم في خانة واحدة، ولكن أحسن شوية، فيه نوع من التقبل لبعض الأشياء القرآن يتقبل أكثر، لأنه في أقلية الآن، كون يكونوا أغلبية راح تكون داعش يعني فقط بطريقة أخرى، أنه كاين قضايا الآن ما تناقش فيها القرآن، يقول لك نو أنا جاك باسا، يعني ما بتاع مبادئ حقوق الانسان ما يقبلهاش القران، والاكسبيريونس تاعي معاهم طويله. المشكله منافقين، هو راه يغيظوا الرسول ويغيظوا الله مع الملحدين ولا اللادينيين ولا، بصح كي يروح يشوف قراني ها هم لايفات تاع اهل السنه والجماعه، لا حتى واحد فيهم يتجرأ يطلع يقول لهم نعلو الشيطان، هذا الحديث هذا خروطه، وهذه الايه ماشي معناتها كيما، ما عندوش ولا يدير اسم ودير صراحه. مجموعه كبيره تاع قرانيين هنا ما شاء الله، ولا المؤولين كون عندهم نيه صالحه كون داروا تما لايف، وحنا نروحوا نسمعوهم. انا نغلق، انا قلت لهم كون ديروا لايف نغلق اللايف ونجيو نسمعوكم، نجيو نسمعوكم ونسمعوكم ونشوفوا بلاك كاش واحد قراني يطلع، فهمت، بلاك يطلع يناقشكم، وحنا نجيو نسمعوا ونتعلموا. مي ما يتناقشوش هما ديجا هنا، كي يشوفوا اهل السنه والجماعه الفقهاء يعني يشوفوا واحد امام صحيح ولا تاع السنه، جامي يطلعوا ما يطلعوش، يطلع غير باش يدافع لك عليهم، باش يشوه لكم كوا هادو اللادينيين وكلش ما يعرفوش الدين، راهم يشوهوا في سوره الرسول الله، سي صلاه للبيت خويا. انا مادام يدير هادشي منافق بالنسبه لي انا، ما يجيش عند ربي على بها انا لا ديسيزيون تاعي كلار، انا ماشي، انا انسان واضح وضوح الشمس في المبادئ تاعي، وما عندي حتى علاقه كان بزاف اللي ما يفهموش المفهوم تاع الديمقراطيه وحريه التعبير. حريه التعبير انا اللي عندي وفق هذا السباس تاعي، هذا الروم تاعي اللايف تاعي، انا عندي سيدي شكون يطلع وشكون ما يطلعش. نضيع وقتي انا مع واحد ان بورسون اللي يقول لي لا الاسلام ليس هكذا، وانا عندي 99% من الجزائريين يعني كاع متفاهمين على هذا الدين هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي جيفارا واش حبيت تقول؟ كبسوا ولا تحبسوا، الله يخليكم وتقاسموا اللايف. لعل الله يشفيك. مساء الخير مساء الزول النور. ميهوبس كيزن، واش راكم لاباس؟ الحمد لله. ما فهمتوش هذا العنوان تاع القوارير هذا، ما فهمتوش. هاوي راك درت لايف محترم رفقا بالقوارير، واش هذا معنى تاع القوارير؟ ما فهمتوش. خويا نهضروا بشويه وما نقولوش كلام ما نقولوش كلام العيب، خاطر ما انا صافي جا حبيت تقول ما فيهاش، ما يخسروش فيها الكلام، سي صح؟ وي ما نقولوا والو يعني، نحشموا نخجلوا من نسى، ما تكلموش على القاضي، ما تكلموش على نكح رسول الله ولا استنكح ولا صور ممنوع. نشوف رفقا بالقوارير، بس راه العنوان شوية هذا حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى للناس، أوصى على وصى للنساء، فهمت، قال لك إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، قال لك رفقا، شبههم بالقوارير يعني قارورة نتاع الزجاج يعني كما يقولوا هذيك تاع الطين، لو كان تخليها تطيح تتكسر. وحقيقة المرأة خلقت يعني من
مسلمين ونفتخر بديننا. وافتخري اختي، وعلاش تقول لي قال لك هذا حقك بيان سي، افتخري من ناحيه اليوم الدين. بصح بس هنا راهو يهوبا، اي وي بصح هنا بانت لي نورمال، نورمال مو هنايا الكونتخير، نورمال مو هي هي المرأة اللي تولد الراجل من ضلع تاعها، باسكو اللي نشوفو هنايا في لاكتواليتي المرأة كاع اللي تحمل كل شيء. سافي تجي هنايا هي اللي تكون باغ اكزومبل الطفل الصغير عند في كرشها يتوسى يريح 9 شهور، هي تسوفري كاع، يعني واش راك كاع تسوفري في حياتها كاع بور افوار زعما لي زونفو اي تو سا. ومن بعد يقول لك باللي الراجل هو اللي يخرجها، اون فات ادم اللي يخرج المراه، اون فات هنا هذه ما فهمتهاش. اخويا، انا سمعت باللي المرأة قال لك خلقت من ضلع اعوج حسب نظرية الطين. ما تنساوش تبارطاجيو جماعة واللايك حتى يتقي الله. الناس نائمة اخويا. تشوف المرأة كرمها الله في الإسلام، يعني تشوف الرسول وصى عليها، يعني قال لك كيما الديامو، كيما يقولوا هما، قال لك الديامو ما تخليش برا. يعني راه كرمها مليح ثاني، و ما خص لها والو. ايوه، انا حسب هذه هي المعلومات انتهى. يما انا اخويا، حبست، انا حبست يا اخي لاكوز تاع، وسمو حكيت معاك ديجا لاكوز تاع الصلاه اللي حبستها. سي هذه يكون مؤمنه، هذيك الايه اللي مؤمنه، انا ريح نصلي بار اكزومبل، نصلي بالفاتحه ونزيد صلاه هذه تاع ومؤمنة إن وهبت لرسول، هذيك الصايبة ما نعرفهاش الآية مليح. دونك هذه كي تصلي بالفاتحة وتزيد هذا الصورة، أنا شفت نريح نبوزي لي كيستيون أنا وحدي، قلت أنا واش دخلني أنا في هذه تاع توهب له، توهب نفسها للرسول وأنا نصلي بها، يعني واش من رولاسيون أنا مع ربي هنايا، جي با كومبري. هاني بارمي لي صورات، يعني بارمي الحاجة اللي خلاتني نبوزي لي كيستيون انا على الـ على الـ بون صورات في القرآن، هذه بارمي منهم انا، يعني ما نكذبش عليك، انا جيت نشوف في لي فيديو سار يوتيوب تو سا، ونشوف تفسير تاع الآية، وانا نبوزي لا كيستيون. انا كون باغ اكزومبل تكون مع انت مع ربي، واش راح في الصلاة نتاعك، واش تكون زعما شكرا، ما تزيديش تعاودي مالكه، بس كنا نحلك الستيلو ونخليك هكا. معليش هكا كتبتيها، رانا شفناها، راه شافوها تروف وخلاص. كان تزيدي تعاوديها نحلك الستيلو، ولا كتبيها بطريقه اخرى، فهمتي؟ يعني وانت شاك ديري هنايا كيما تقولوا الناس. انا كملت الخدمه، هذا وين جيت، روح شوف الفيديو تاعي تشوف. يعني انا كنت مصبح انا في الخدمه على 6، دروك انا كملت الخدمه، انا مقصر دروك في الصوفا واني مريح في الصالون نشوف. وهذه الاخرى، هذه المراه قالت لك المراه قدرتها، واش كي تقصدي؟ غسلوا لك عقلك بنتي، الله يهديك. هذا ما كان، يعني عقلك هذاك غيبوه لك، حطوا لك فيه، خرجوه، حطوا لك فيه ضلع اعوج وقاروره. المراه قدرتها لا تساوي مع الرجل، هذا ما كان. خلقوا لك هذا الشيء هذا، يعني كما العبوديه، على بالك في امريكا كي جا وقت تحرير العبيد وكلش، كانوا ناس كانوا يحروا فيهم، يقولوا لهم خلاص انتهت العبوديه، ما بقاتش كاين عبيد محبوش. قالوا نو، قالوا واحد اسود ما يتساواش مع واحد ابيض. نفس الشيء اللي تقولي فيه انت، هذيك كبرتي، لو كان راكي شايفه وعايشه في مجتمعات وكل شيء يقودوها النساء، النساء يقودوها، وهذه المجتمعات هذو الاحسن في العالم في كل المجالات، النساء هم اللي يقودوها عسكريا، سياسيا، اجتماعيا، ثقافيا، رياضيا، كلش النساء يقودوا هذا الشيء. ولكن انت كبرتي كما كان، قلت لك كما هذوك العبيد اللي خضع الفكره وبقى هذا الكلام هذا، وبقى يامن من روحه. سبحان الله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أرجانا محمد أسهل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام يا أخويا. الله سامحني، الأخ كان يقول لك كنت نصلي وما على باليش نصلي بواحد الآية، وأمة وهبت نفسها للنبي، وعلاش وش دخلني فيها، وعلاش أنا نصلي بهذه الآية وش من عبرة، وعلاش نصلي بتبت يدا أبا لهب، وش دخلني في أبا لهب، أنا راح للنار ولا راح الجنة، وش دخلني أنا قصة سيدنا سليمان وسيدنا يوسف ما نعرفهمش، وش دخلني أنا في سيدنا موسى، ما القرآن كله عبر وقصص، إنا نقص عليك أحسن القصص.
بصح تقدر تفهمني انت بار اكزومبل نصلي صلاة نقولو فاتحة ونزيد الصلاة هذه بار اكزومبل تاع المرأة توهب نفسها للرسول، زعما واش من لا رولاسيون انا وربي هنايا، تقدر تفهمني لا شوية شوف، لا رولاسيون حاجة سهلة. واش بينك لا رولاسيون بينك سيدنا موسى؟ واش لا رولاسيون اللي بينك وبينه؟ لا لا، اسمح لي خلينا اسمح من لي، هي موسى نفس المقاس. سامحني دقيقة اخويا، انت طرحت السؤال وخليني على راحتي نجاوبك يا اخي. ما راه حتى واحد يجري وراك ولا يجري ورايا. انت طرحت سؤال وخليني. السؤال ممكن يكون زوج كلمات، بصح الجواب ممكن يكون اسطر وممكن يكون صفحات. معليش، نعطوا لبعضنا الفرصة، ونعطوا بعضنا البعض الفرصة باش نجاوبوا على بعضنا ونفهموا بعضنا. ما راناش نتقابضوا، ما راني نجري موراك، ما راك تجري موراي. خلينا نكونوا متحضرين. وش هو لا رولاسيون بينك وبين هذه المرأة؟ وش هو لا رولاسيون بينك وبين سيدنا موسى باش تقرأ القصص تاعو؟ وش لا رولاسيون بينك وبين فارس القرآن؟ هو وي عبارة، سامحني محمد اصبر، فولس تفضل. انالوجي، راك تدير في التشبيه الخاطئ، مغالطه لا منطقيه. مش تشبيه خاطئ وي أخي، مش تشبيه خاطئ. ما تقاطعنيش من فضلك، راك تشبيه خاطئ. سقساك سؤال نجاوب على السؤال، ماشي انا نقول لك نهضر لك على حاجه وانت تقول لي وهذيك علاش وهذيك علاش وهل وانت كذا. راني أعطيته الان الجواب أخي. قال لك الايه قرانيه واش تقول؟ وامرأة مؤمنة يبغى تعطي نفسها للرسول باش ينيكها. وهبت نفسها للرسول، صح. وامرأة نو هذه الشرح نتاعها، التفسير تاع روح، شوف تفسير الطبري وابن كثير. إذا امرأة أعطت نفسها للرسول باش ينيكها، باسكو هذه ماشي فهمت زواج الهبة، ما هو الزواج عادي وش على اللي خلاف نيك؟ بالرسول. ليش راك تخلط؟ انت تهضر على النبي وتقول يدير لها الهضره الطايحه هذه، وش بيكم هذا؟ وش بيك الهضره الطايحه؟ طيح انت، عيب عليك يا راجل، عيب الهضره هذه، عيب. يا أخي هذا كلام يعني الرسول. على الاقل نحترمه، نحترمه على الاقل يا سيدي، نحترمه. اذا انت ما تامنش بالنبي ولا ما راكش تؤمن به حاجه، حاش 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 والاحترام راني حاجه نؤمن اخرى. بالنبي. اك كتبت لايف محترم رفقا بالقوارير، انت راك كتبتها هكا، لايف محترم رفقا بالقوارير. احنا قلنا القرآن كله عبارة عن احكام شرعية وقوانين وشنو هو الحكم من للإنسان وحده؟ من وقصص آية وعبر. أنا شرحتها لك ونكتها بالعربية، ماشي كلمة عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم في